بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الدائرة الثانية اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله هي دائرة الفول أدر، أو في الترجمة دائرة الجمع الكامل. طيب، من الواضح إن الفرق ما بين الدائرة اللي فاتت والدائرة ديت إن الدائرة ديت اضاف لها متغير ثالث اللي هو كان عبارة عن الكاري إن الباقي من عملية فاتت. فأنا كده ممكن أجمع عمليتين ويتبقى معايا الكاري بتاع عملية فاتت أجمعه برضو عليهم، فعشان كده بسميها بوابة الجمع الكامل. جميل، فكده أنا معايا بيجي معايا ثلاث متغيرات، فاريبل A وفاريبل B والفاريبل C إن الكاري الباقي من عملية فاتت. زي ما أنا كنت بقول يا جماعة، لو جمعت واحد وواحد اتبقى معايا زيرو والكاري واحد، الواحد ده يروح فين؟ طالما الفول ادر ما بتقبلش غير تجمع اتنين انبوتس، ما فيش كاري داخل لها تاني، او ده بقى يدخل في الكاري اللي جاي. علشان كده بنقول ان الفول ادر بتجمع ثلاث متغيرات. جميل، وبتطلع لي سبمشن وبتطلع لي كاري. دوري بقى ان انا اعرف هو ايه اللي هيتحط جوه البوكس بتاع الفول ادر ده، ولا هنحاول نستكشفه ان شاء الله باذن الله مع بعض. طيب سي، بما ان انا عندي بقى A و B و C 4 variables، احتمالاتي بتكون عبارة عن 8 احتمالات، فانا جهزت جدول حقيقي بتاعي على 8 احتمالات علشان ما نختصر في الوقت. وسي، هنبتدي نجمع بقى. ها 0 0 يبقى معايا 0، معايا كاري؟ لا. طيب و 0 0 يبقى 0، ومعايا كاري؟ لا مش معايا، يبقى كده ايه القصه؟ 0 0. طيب ها 0 و 0 ب 0 ومعايا كاري؟ لا، يبقى الكاري بتاعي بكام؟ ب 0. طيب ال 0 الناتج ده اللي هو 0 0 كان 0. طيب 0 1 يتبقى معايا كام؟ 0 1 عباره عن 1. طيب سي نفس القصه، 0 1 عباره عن ايه؟ عباره عن 1. طيب معايا كاري؟ لا، يبقى الكاري بتاعي ب 0. طيب 1 و 0 عباره عن ايه؟ 1 و 0 ده عباره عن 1 زي ما انا كنت بقول من شويه. طب نفس الفكره هنا، 0 1 عباره عن ايه؟ عباره عن 1. طيب معايا كاري؟ لا مش معايا كاري. طيب الواحد اللي هو الناتج ما بين الاثنين دولت، 1 1 عباره عن ايه؟ عباره عن 0، وهنا بيجي معايا كاري 1، فعشان كده هصحح هذا واحط مكانها كام؟ احط مكانها 1. طيب سي نفس الفكره بقى، هنروح نقوله ايه؟ 1 و0 عباره عن ايه؟ 1 و0 عباره عن 1، معايا كاري؟ لا. طيب ال1 وال0 ده بقى بيديني كام؟ بيديني 1، والكاري بتاعي كان اساسا 0 لان مش معايا كاري. هات طيب 1 و0 عباره عن ايه؟ عباره عن 1. جميل، معايا كاري؟ لا. طيب الواحد الناتج من الاثنين دول مع الواحد ده يديني ايه؟ يديني 0 والبقى معايا 1. ممتاز. طيب اوكي، 1 1 عباره عن ايه؟ عباره عن 0، ومعايا كام؟ الكاري بتاعي 1. طيب سي و0 0 ان هو الناتج من دول، لو انا قلت 0 0 عباره عن 0. ها طب ال 0 الناتج ده مع ال 0 ده يديني ايه؟ يديني 0. نفس الفكره، 0 0 عباره عن ايه؟ عباره عن 0 والكاري بتاعي 1. طيب ال 0 الناتج من دول مع الواحد ده يديني ايه؟ يديني 1. تمام كده، انا كده بكون خلصت جدول حقيقه بتاع مين؟ بتاع السبمشن وبتاع الكاري. ده جمع عادي يا جماعه، جمع ثلاث ارقام. طيب سي، خلونا بعد ما بنجمعه الكلام ده نحط النقط على الحروف ونقول يا جماعه ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن المنترم الاولاني، ده ام 0، ها ده ام 1، ده ام 2، نفس الفكره ام 3، ام 4، 5، 6، 7. الكلام ده ليه يا جماعه؟ عشان احنا ان شاء الله باذن الله دلوقتي راح ندخلوهم على خريطه، هندخلهم على الكي ماب عشان نطلعوا المعادله سمبليفايد. طيب سي، انا دلوقتي هشتغل على المعادله بتاعت مين؟ هشتغل المعادله بتاعت الاس يا جماعه. طيب سي، ادي خلونا نصمم المعادله الخريطه بتاعتنا على كام متغير؟ ها على ثلاث متغيرات، يبقى انا شغال على ايه؟ على إيه؟ على ماب فيها ايه؟ فيها 8 احتمالات. رايت، جميل. ناخد الاي من تحت، الام اس بي، وناخد البي مع مين؟ مع الكاري ان من فوق. جميل، معايا 0 0 0 1 1 1 1 0، ومعايا فوق 0 1. اوكي، معايا مين في السبمشن يا جماعه؟ صفر، معايا ام 1 0، مع يعني 0 اهو، خلينا نقول 0 1 1 0 0 1 1 0، والثانيه ايه؟ 1 0 0 1 1 0 0 1.
انا كده لقيت الخانات بتاعت اول معادله. طيب الشكل ده يا جماعه، الشكل ده بيقولوا عليه اسمه تشيك بورد كونفيجريشن. الشكل ده لما بتشوفه، لما بتلاقي في الخريطه بتاعك ان ولا متغير ينفع يتجوز مع التاني، ده لونلي لوحده وده لونلي لوحده وده لونلي لوحده وده لونلي لوحده، الكلام ده معناه ايه؟ معناها ان على طول دايركتلي اول ما تشوف الشكل ده استنتج ان المتغيرات كلها اكس اور مع بعض. كده بقت ايه؟ اكس اور مع البي، اكس اور مع مين؟ اكس اور مع السي ان او الكاري ان. تمام كده. وديت بقت المعادله بتاعت مين يا جماعه؟ دي الفانكشن بتاعت اهو الاس اللي انا كنت لسه جايبها شويه. يبقى الاس بتساوي الكلام اللي احنا بنقوله ده كده مع بعض. ده بالنسبه ليه اول طرف المعادله. طيب سيب، خلونا نشوف النص الثاني من المعادله بقى اللي هو ايه، هنبتدي نتكلموا عن الكاري، الكاري ان. طيب عايزين بقى نعملوا نفس القصه، هنروح حاطين الكاري اوت، اسف يا رب، هنروح جايبين جدول الحقيقه على ثلاث متغيرات برضو. هنعمل لهم 0 0 0 1 0 0 0 1 و 0 1 1 1 0 كده كده الثلاثة مع بعض 1 1 1. تمام اوكي. لو انا كنت جاي عشان اعمل سمبليفاي ليه، عشان ابسط الخريطات، هعمل ايه؟ هاخد دات لوحده، ده عباره عن 1 1 وده عباره عن 1 و0 وده عباره عن 0 1 وده مش عايزه وده 0 ومعايا 1 اوكي، وهاخد الاثنين دول مع بعض وهاخد الاثنين دول مع بعض. جميل اوكي. هيطلع لنا المعادله بتاعت مين؟ ها المعادله ديت بتاعت السي 0 السي 0. طيب بتساوي ها هناخده مين؟ ناخده الاثنين دول مع بعض اللي هم دول عباره عن ايه؟ مين اللي اتغير يا جماعه؟ الاي ثابته معايا. ها جميل، اللي اتغير ادي البي والسي اي. ها من واحد لواحد الثابت معايا مين؟ الثابت معايا كان البي، يبقى كده اي بي زائد. ناخده الاثنين دول، الاثنين دول منورين في واحد واحد، يبقى البي مع السي ان او السي اي زائد. الاثنين دول مين اللي ثابت فيهم؟ معايا الاي. طيب مين اللي اتغير في مين اللي ثابت في الاثنين دول؟ السي اي. جميل. ده المعادله. لكن اكشولي ببساطه اللي بيتكتب في الكتب واللي بيتكتب في المذكرات واللي هو موجود دلوقتي، ان معادله الكاري اوت يا جماعه بيكتبوها لي كده، بيقولوا لي A B الكلام ده زائد، بيقول لي سي اي ويطلعها لي بره ويقول لي لا خد بالك ده ايه؟ اكس اور مع مين؟ اكس اور مع البي، المتغيرين دولت بره، واخد لي السي السي اي ده عامل مشترك وعامل القصه ديت. اكشولي ده الكلام المكتوب في المذكره. طيب انت تستنتج الكلام ده من فين؟ انت ببساطه مش هتعرف تطلعه من ام المعادله ديت، لانك انت بتحاول تبسطها بالطريقه العاديه. لكن اكشوال لو انت عايز تطلع المعادله دي، فانت محتاج ان انت تسيب الاثنين دولت لوحدهم وتطلع الاي مع البي. ببساطه يعني هتحاول تعمل ايه؟ هتروح نقسم الجدول مره ثانيه. ولا حبيت تعبي، فانت معاك واحد 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 واحد، انت هتروح واخد الاثنين دول مع بعض لوحدهم، وتروح واخد ده لوحده واخد ده لوحده. تمام كده. ومن الحاله اللي فاتت ديت لما احنا كنا بنقول، فاكرين القصص اللي هي بتتاخد الامور لوحدها، او اكشولي خليك زي ما انت كده وطلع لي المعادله بتاعت دي. ها دولت الاثنين دول عباره عن ايه؟ الاثنين دول عباره عن ايه في البي؟ ادي خلونا نقول ان المعادله ديت بتاعت سي 0 اهو بتساوي ها الاثنين دولت يا جماعه عباره عن مين في مين؟ الاثنين دول الاي ادي ايه ده ب 0 وده 1 وديت 0 1 1 1 1 0 اوكي. جميل. يبقى القصه ديت الاثنين دول عباره عن الاي والثابت فيهم عباره عن البي، يبقى كده ايه؟ بي
زائد، هتروح واخد ده لوحده، ده عبارة عن ايه؟ مع الثابت مع مين؟ مع بي كومبلمنت سي اي زائد اور سي ان، ده عبارة عن ايه؟ الاي كومبلمنت مع مين؟ مع البي سي سي ان. طيب جميل، هتروح واخد من الاثنين، هتنزل الاي بي زي ما هي وتروح جامع وتروح واخد لي السي اي عمل مشترك، هتبقى معاك اي بي كومبلمنت زائد اي كومبلمنت بي، الكلام ده اللي هو عبارة عن ايه؟ سي اي مع ايه؟ مع ايه اكس اور بي. طبعا الكلام ده مجموع عليه الاي والبي، وده الكلام اللي هو كان مكتوب في المذكره، وده الكلام اللي بيتكتب في الكتب، لكن هي كانت الطريقه انها مش هتتجاب كده بالمنطق بتاعنا اللي احنا بنحلله، اجرب اتنين مش هتتجاب كده، يعني لو اتجابت اتنين كورسات زي بعض على نفس القصه بتاعت الامر اللي احنا شرحناه من شويه، الاتنين دول اكس اور مع بعض هتلاقيها طلعت معاك. طيب انا كده طلعت الاكسبريشن ده. طيب جميل، يبقى من المعادله اللي من الكلام اللي فات ده نقدر نقول ان احنا عملنا ايه؟ ادي معادلة الكاري اوت. جميل؟ ومن شوية برضو كنا مطلعين معادلة تاني اللي هي معادلة السبميشن. انا كده عندي معادلتين، كده نقدروا نمثله. كده ان شاء الله باذن الله، ادي المعادله بتاع السبمشن اي اكس اور مع البي اكس اور مع السي. طيب جاهزين كده ان شاء الله باذن الله بان احنا نمثلوها؟ نمثلوها ان شاء الله باذن الله. طيب الاول خلونا نرسموها كده، ادي معادله السبمشن الاي اكس اور مع البي، انا عندي متغيرين، ادي اول متغير عباره عن الاي والمتغير الثاني عباره عن البي، الاثنين اكس اور مع بعض هدخلهم على بوابه اكس اور. جميل، اوكي كده يطلع لي الناتج ايه يا جماعه؟ ايه اكس اور مع البي. جميل، المعادله ناقص منها ايه؟ ناقص منها اكس اور مع السي، اروح واخد متغير ثالث ومدخله على مين؟ ندخله على بوابه اكس اور ثاني، كده بيجي ايه؟ اكس اور مع البي اكس اور مع مين؟ مع السي. انا كده طلعت بمين يا جماعه؟ طلعت بمعادله السبمشن الاس. يبقى معايا المعادله اللي لسه اثبتها دلوقتي، بقول الاي والبي، الاي والبي، الاي اكس اور مع البي، فين الاكس اور؟ الاي اكس اور مع البي، ادي الناتج، هاخد من ديت يا جماعه سلكايه هنزله لتحت. اوكي جميل، دولت مالهم يا جماعه؟ دولت مضروبين مع الكاري ان، انا سميت ديت سي اي اور كاري ان، الاثنين دول مضروبين مع الكاري ان، يبقى الاثنين داخلين في بوابه ضرب. اوكي اخدهم الاثنين مع بعض واروح مدخلهم على بوابه الضرب. اوكي يطلع معايا اول طرف من المعادله. جميل، الطرف الثاني في الاي والبي مضروبين في بعض. طيب جميل، اخد اول طرف من الاي وطرف من البي، اروح اضربهم في بعض ادخلهم على بوابه مين؟ بوابه ضرب، بوابه اند. جميل، طيب من القصه ديت انا طلعت بايه؟ ادي بايه اكس اور مع البي، ودولت مضروبين مع السي، انا كده طلعت بالقصه دي، وهنا طلعت بالاي والبي، باجي معايا بس الزائد، انا ادخل الاثنين دولت في بوابه ايه؟ بوابه جمع اللي هي بوابه اور. تمام، ويطلع لي من هنا الايه؟ الكاري السي اوت. خلونا بقى ناخد الكلام ده ونعمله كبلوك دايجرام، ونقول ان الرسم اللي احنا كنا بنرسمه او الدايجرام ده يا جماعه ده عباره عن مين؟ ده عباره عن بوابه الفول ادر، وده اللي هو محطوط جوه البوكس اللي احنا كنا بنتكلموا عليه اللي احنا رسمناه في اول سيكشن ده. لو كشفنا البوكس ده هنلاقي يا جماعه الثلاث انبوت دول الاي والبي والكاري ان، وعندي بوابتين اكس اور وبوابتين اند مع بوابه واحده اور، ده بالنسبه لبوابه الفول ادر. يا رب يكون الكلام سهل وبسيط، نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.